بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الحكومة اليابانية، افتتح منتدى شارك الشبابي وتجمع الشباب البدوي المركز الشبابي المجتمعي البدوي وحديقة الأطفال يوم الخميس الموافق للعشرين من آذار عام 2014 في عرب الرشايدة تجمع الطريفات الغربي. حضر هذا الافتتاح ممثلين عن محافظة أريحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من وسائل الإعلام. ويأتي توقيع اتفاقية التعاون بين منتدى شارك الشبابي ووزارة الزراعة من أجل تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف أكثر من 8 تجمعات بدوية في منطقة أريحة والأغوار ضمن إطار العديد من الجهود والمبادرات من أجل تمكين الشباب البدوي وتعزيز صمود المجتمعات البدوية في مناطقها. نشكر كل من قدم لنا إيد المساعدة لهذا المجمع البدوي المهمش، من طرق، من كهرباء، يعني ينقصنا الكثير الكثير. فهنا إحنا في هذا المركز حل بعض من المشاكل. نشكرك وشكرا جزيلا. هذا المركز احنا بنشوفه كمؤسسة ومنظمة تعمل مع الشباب، واحدة من قصص النجاح المهمة بجهود بتتم ما بين المجتمع المحلي البدوي وما بين الشباب والمؤسسة من خلال الإنشاء والفكرة وجهود وعمل جماعي ليصبح هذا المركز نواة اجتماعية لروضة لمضافة لجلسة للشباب لتدريب لاستقبال العيادة الصحية بدل ما انه كان الكل يستقبل في دار المختار. احنا وعدنا كصندوق الأمم المتحدة للسكان انه نتعاون من خلال هذا المشروع المحكم معا على دعم هذا التجمع، والحقيقة هيدا بنشوف على أرض الواقع بعد سنتين إنه في عندنا مركز شبابي وفي عندنا حديقة أطفال، وأكيد رح يستمر هذا التعاون هذا الشراكة في المستقبل. يعني أنا سعيد جدا إنه إحنا موجودين بينياتكم اليوم، ومبسوط يعني كثير في شايف في تحول، يعني هيك ولو بسيط أو بداية تحول في حياة البداوي، الحياة يعني الصعبة اللي بعيشها حقيقة المواطنين في فلسطين.